سلام بنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناه مغربيه في فريبور. لاباس عليكم هانيه، اش اخباركم؟ غادي نمشي نصاوب واحد القهيوه نقادو بها المزاج، واحد القهوه سحريه رائعه. كنت جبت معايا من المغرب هاد التخليطه، راه كتعرفوا البنات التخليطه عندنا في المغرب زوينه، مطحونه على العطار، فيها جميع الانواع ديال العشوب الخاصة بالقهوة، واللي كتخلي القهوة كتجي رائعة ومع رائحة عطرة. ايوا خليكم معايا تشربوا معايا واحد كاس القهوة وما تزبيوش، باش نمشيو نحضروا العشاء ديالنا اللي غيكون عبارة عن فخيدة دجاج باللاش. شبعنا عرقناها، دابا بقيتها ديال العشاء. انا موجدة المقادير هنا كي كتشوفوا، عندي ثلاثه الخاض كبار ديال الدجاج، شفتوا؟ بعد ما غسلتهم ودرت ليهم الملحه، بعد ما غسلتهم ودرت ليهم الملحه والحامض ونشفتهم، ها هما موجدهم. دابا ندوزو المقادير، غادي نديرهم في لا شابلير وغنديرهم في الفران. ندوزو دابا المقادير ونوريكم الطريقه ديالي انا كيفاش كنحط هاد الخيضات، كيجيو مقرمشين مقرملين ناشفين طيبين الصراحه، كيجيو فتيين وواعرين. ما تنساوش البنات تفكرت سميتو الخل، تفكرت دابا نوجدو حتى هو للمساعد الثاني، حتى هو كيساعد على الطياب ديال الدجاج. يلا ندوزو المقادير البنات. ها هما الفخيدات واجدين مغسولين منشفين مقطرين كلشي. المقادير عندنا لا شابلوغ، عندنا هنا الفورس، هنا عندي لي قامه، هذه جبتها معايا من المغرب ديال الدجاج مطحونه عند العطار وكل شيء. ها هي حتى هي كتجي رائعه من غير ديك لي قامه الاخرى ديال هنا، هذه ديال المغرب. عندي الزعتر، عندي هذا الكوري ولا الكيري، ها هو حتى هو ديال الدجاج كيجي زوين. عندي هذا الثوم منسم بسميتو، هذا العشوب ها هما، وفي الحار مع الابزار هما كاع مرسومين هنا. ثوم ندير جاف مجفف، ها هو اللي ما عندوش يدير جي يدير ثومه عاديه يطحنها محكوكه. وعندي البزار، وعندي جوج بيضات هنا ها هما، وهادي هاد المكعب ديال الربيع ها هو، ها ديال المغربه ديال الربيع. شويه سكينجبير، ها هو الخل والملح، وهذا الفلفل الحار الاحمر. ونبداو على بركه الله فين غنخلطوا هذا الشيء. غنخلطوا هنايا، غندير هنا في هذا الاناء، غندير فيه البيض باش غير ندير في سميتو في الطحين، ونعاود في الفورس عفوا، ونعاودو في البيض ونديرو في لا شابلير. يلا تبعوا معايا البنات، انا غنجيب الفورس غندير فيها التخليطه ديالي، التخليطه ديال لي قامه ديال الدجاج، ديرو فهاد المعلقه صافي. غندير هاد التتبيله هادي ديال الدجاج، ها هي معلقه عامره، بسم الله. غندير هاد الزعتر، غندير حتى هو معلقه، حتى هو كيجي مع الدجاج رائع. الثوم، الابزار، يعني عشاء سهل وبسيط ولذيذ. الفلفل الفلفل الحار احمر، سيره ماما سير، شويه الملحه، شنو هذا؟ هذا هو الكيري، الكوري ولا الكوري، الكيري الدجاج، ها هو. شنو نسينا؟ سكينجبير، باقي لنا سكينجبير، وهذه ديال الربيع، يا جميع حله.
غنديرها كامله. فرتشوها مزيان في الدقيق، وصافي سالينا من هاد سميتو من الفوص. غادي نخلط الكل بحال هكا، نحيدو ندير الجبنة ديال البيض، ندير البيض ديالي هنا، درت جوج وحده ما تكفانيش، غندير جوج الخوضة كبار بزاف. نجيب معلقة نخلطو مزيان كتشوفو، نخلطو مزيان صافي، ونرجع للفرص. نجيب الفخد الاول بحال هكا، ندوزو هنايا، ندوزو في الفرص لك كيبان ليكم، باش نجيب شحال نعلي بها هاد الشمسه شي بالك مزيان. ها هو بحال هكا، نعمرو كامل بالفورس حيت الفورس فيه الإقامة. ونغطسو هنايا في البيض، نعاودو الثانية. صافي البنات، هاهي دوزتها في البيض، دابا غنديرها في لاشابلور بحال هكا. مالا داك الطبسيل كيشطح، فرحان. صافي شنو يدير تعمرات، صافي سي بون. ما تنساوش البنات الخل، ديروا شويه الخل في البيض باش كيجي زوين داك الدجاج، كيجي فتي وكيجي طيب. انا درتو في الفران، كاين اللي كيبغي يدير فوق منها شويه زبيده ولا شويه السمن، حتى هو راه مزيان كتجي هذيك النسمه. انا ما درتش، صافي خليته هكا. غادي ندير غير شويه الفريت، رافقوا مع شويه الفريت، وندير سلطه ماروكان بالبصله، بصله حمراء ومطيشه، صافي. والله يجعل البركه، ونكون الفيديو ديالي في المستوى ونكون نال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع النتيجه النهائيه وتجربوها نتوما. ماشي وحده كزات، ما قدرتش دير شي عشاء اللي تكون في الشقه بزاف، هذه دغيا فيت فيت شويه الفورص والبيض لا شابير فران، وهانتي معشيه ولا مغديه يعني في الغداء في العشاء، يعني بحال بحال ماشي مشكل. ايوا تهلاو ليا في راسكم، وليله سعيده، وتصبحوا على خير، والفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي باي.